الخير للجميع. سلطان عبد المشير حياك الله ابو هادي. الله يبارك فيك ابو بدر، شرفتنا اليوم. الله يطول عمرك، الشرف لي جايك تحيا. وش بتهدي مشاهدينا وجمهور سلطان؟ اول شيء اشكركم يا ابو بدر انت والقائمين على قناه الصحراء، القناه اللي دائما نحبها ونتابعها. الله يطول قناتكم الله يحييك. وامسي على المتابعين بالخير. الله يحييك. والله ما ادري ايش اختاركم لكن ابد على اختيارك. يقول لي رفيق ان اللي يا كبرت تنصيته. سلام. من طيب راسه يهو حطيب معدمه. لجاني اللي ظروف الوقت حاديته يعض كف الندامه من كبر همه. دورت على الرقم جواله ودقيته مسجله في الجهاز مورده. الجمه راس ابلجم في المراجل ذايع انصيته لفت ثنابيرق يطرخ على القمه في راس رجمن تقر الغيمه ناصيته في الموقع اللي يعوي الذيب لا شمه اللي يجوني الاصحاب ثم جيته يقاه دايم مثل ما هو على اليمه ابشر بعزك وجاك اللي تمنيته من غير هذا الكلام اللي على فمه مقدر خوته من يوم خاويته واحب من يمدحه واكرهه من يذمه قلايد المدح زاهيها وزاهيته مدحا على فعل ما تبلش بها الذمه يفدونه اللي دروب الطيب مخطيته اهل الردى والحتاء والضعف والنمه واحدهم اللي يتوحيت بثراويته تقول وش عند رئيس مجلسه الامه لو يكتب الشيخ ولا يسحب بشيته القرد محدن يشوفه ضبي غير امه تبودهم خضر مثل اكاله الميته ووجيههم سود مثل اكاله الشمس. الله عليك، صح لسانك ابو مشير، صح لسانك ابو هادي الله وجهك. طبعا مشاهدينا الكرام معنا تقرير من تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، طبعا خلونا نشوفه انا وياكم ونرجع لكم.